السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم هبة. إذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي، نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديدي لحظة نزوله. اليوم جيتكم بكيفية صنع كريم حليب الورد الجوري، وكيفية صنع ماء الورد الطبيعي في المنزل بالورد الجوري. كريم حليب الورد المنزلي جيد للبشرة، تصبح متوهجة ناصعة ومشرقة مثل الشمس، يزيل حب الشباب عيوب البشرة، يعطي إشراقة للبشرة، يعالج أي شحوب وأي بهتان في الوجه، يعطي تفتيح للون، يعطي نعومة للوجه، نظارة، إشراقة ولون وردي، يورد الخدود، يجعل البشرة متوهجة تشع جمالا بطريقة طبيعية دون وضح المكياج. أولا نقوم بتفتيت جميع الورود. جزء نصنع به ماء الورد بعد قليل، والجزء الثاني نصنع به كريم حليب الورد. نضيف له مقدار فنجان صغير من الحليب، نهرسه جيدا في الخلاط، نقوم بتصفيته. أربع ملاعق من حليب الورد، نضيف له كذلك كمية معادلة من البازلين. نضيف ملعقة من جل الصبار، جل الألوفيرا، وإذا كان ما عندكش جل الصبار استغني عنه، استبدليه بزيت اللوز الحلو. لأنه جل الصبار ممتاز، يعالج مشاكل جميع أنواع البشرات. نضيف له مقدار ملعقة من الفيتامين إي، لا فيتامين أو، الفيتامين ها. إذا عندكم الكبسولات استعملوها، هي كذلك جيدة. الكريم جاهز أخواتي، كل ليلة بعد تنظيف البشرة من المكياج والشوائب والرواسب التصقت بالوجه، قومي بدهنه على البشرة هكذا، يعطيك ترطيب رائع للبشرة، فيه الورد، فيه الحليب، فيه زيت الفيتامين إي، وفيه جل الصبار والفازلين. هذا بالنسبة لكريم حليب الورد الجوري. ننتقل الآن إلى المتبقي من عصارة الحليب والورود، ضعيها في قنينة في الثلاجة. إذا أردتم أن تكفيكم الكمية لأسبوع دون أن تتخمر وتتعفن، ضيفوا لها قطرات من زيت الفيتامين إي، لا فيتامين أو، الفيتامين ها. كل يوم استعملي كتونر يومي، اغمسي فيه قطنة، مرريها على البشرة، اتركيها لمدة نصف ساعة حتى ينشف تماما، واغسليه بماء دافي، وكرري العملية بماء بارد، ورشي تونر ماء الورد. ننتقل الآن إلى طريقة صنع ماء الورد الطبيعي. اجمعي كمية من الأوراق، نضيف له قليل من الماء، نضعه على نار قليلة يغلي لمدة 5 دقائق ونعود لكم. بعد أن يبرد نضعه في قنينة. إذا أردت أن تستعملي بهذه الطريقة هو جيد. إذا أردت له إضافات ثانية، ملعقة من الجليسيرين أو ملعقة من زيت الفيتامين إي، فيتامين أو، الفيتامين ها، هذه الزيوت مسألة اختيارية، وإذا غير متوفرة عندك استعمليه وحده. كل يوم استعمليه كتونر يومي صباحا ومساء.
هذه هي وصفات اليوم من كريم حليب الورد الجوري وتونر حليب الورد الجوري وتونر ماء الورد الجوري. لكن الاختيار في أحد هذه الوصفات أخواتي، تعطيك نضارة، تعطيك إشراقة، تعطيك توهج للبشرة، تجعل البشرة مخملية وفيها تلطيب طبيعي خيال رائع. إذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي، نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديدي لحظة نزوله. شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء. سلام.